انا عندي يحفظ جزء ويبقى عامل دي، بس برضه يحفظ ال 30 جزء ويبقى عامل دي، يقيم حروفه وحدوده، تقيم حروف القران والحدود بتاعته. اجي عند الحد لا تفعله افعل يا رب، نعم يا رب، حاضر لا افعل يا رب. اجي عند لا تقربوا لا اقرب يا رب. عند ان الله لا يحب، مشان لا يمكن ان الله يحب. اما يقول يا ايها الذين امنوا، نعم امن الذين امنوا، نعم يا رب، سمعا وطاعه يا رب. هو ده اللي احنا عايزينه، امراه مسلمه عامله مجتهده تفرح بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع لكم لواء الحافظات يوم القيامه. اسلامكم تسكت، يرفع عليك لواء ان انت اللي حفظت القران في زمن، طبعا الزمن الايام دي زمن الفتنه وكلنا متفقين عليه، علامات القيامه الكبرى موت جفاف رجله، العلامات الكبرى كلها من راس الناس بقت يعني الطحوت بقت هي اللي فوق، والوعور الاسود اصحاب الحق والكلمه هم اللي لا يصدق فيها الايه الكاذب. احنا في زمن الفتنه، نحتاج ايه في زمن الفتنه؟ السبب بايه؟ بالقران. وايه كمان؟ يثبت الله مين؟ الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، يثبت الله الذين امنوا. ايه هم صفات الذين امنوا؟ حقق اصول الايمان السته، ايمان بالله وملائكته ورسله يوم الاخر والملائكه واليوم الاخر والقدر خير وشر. اصول الايمان السته تحقق في القلب. انا عايزه حمله القران المسلمه اخت جهاد وحماس ومنه وفاطمه وزهراء كل دول، انا عايزه الخاتمات اللي تقول فعلا انا يا رب احمي كتابك في صدري، انا يا رب احفظ الحدود، انا يا رب كذا، تكون مثال. ده ايه كان قرانا يمشي عليه صلى الله عليه وسلم. اشوفك اشوف سمتك، اشوفك في فعلك. انا لا يعنيني ابدا ابدا حفظ المتون، مع ان ده مطلوب، حفظ المتون وحفظ يعني اقول بس مش متن الالفيه ولا متن ولا الاجروميه ولا الشطبيه ولا الطيبه، ماشي ماله هذا خير احفظي، ولكن قليل. اشوفه في افعالك، اشوفه ساعه ما يقول الله اكبر حي على الصلاه، تركت قلبي رايح انا اعلم من الاخوات، بيت احكي لكم عليه قصه لبيت من البنات، انا دخلت عليهم وعرفتهم وكانوا في ثالثه اعدادي وخمسه ابتدائي، يعني من ثالثه اعدادي لحد خمسه ابتدائي صف خامس، وحمل لكتاب الله كل اخت فيهم، كل بنوته فيهم، اللهم بارك اللهم بارك بجد. واحده انا اعرف كده اقول دي ينطبق عليها الايه اللي في سوره البقره، ان الله يحب التوابين ويحب، هي كانت تيجي بتاع الوضوء والله تلاقيها مشمره، بتعملي ايه يا بنت؟ اتفضل بس عشان كل ده يونيو. الاخت رقم اثنين احسبها والله حاسبها ولا زلت اعضاء احد من يقيم الصلاه هي وذريتها. اذنت تقعد كده ما تجيش هي دي عبال ما الكل يخش او الثاني بيتكلم عبال تسلم. الله يبارك. وده بيتوضا حقيم حقيم، الله اكبر الله اكبر، لان كله بيجري عشان يلحق. احسبها بنتها لما خلفت وبنتها ما شاء الله دلوقتي كبرت، يعني كل ده في علوم زمان، تقول لي امي يا خالت امي كانت بتصحيني وعامله لي حنفيه على السرير عشان اتوضى منها للفجر. اقول لها يا بنتي ما كانتش في حنفيه، جايب الكلام ده منين؟ تقول لي لا كانت عامله حنفيه انا فاكره. امها كانت بتعمل ايه؟ وهي عندها ثلاث سنين، طفله ثلاث سنين، كانت تصحيها وهي تقول لها اتفضلي، تعمل لها كده. فالمخ جاهز لا يفرق ما بين الحقيقه والخيال، وده اللي بيشتغل عليه دكاتره علم النفس بالشغل على اللاوعي كله. فيجي فهي اتحط في ذهنها ان كان في وضوء وتصلي، ودي صلاة الفجر، لا يترك صلاة على وقتها. أنا عايزاكي مش بس الصلاة،
وريدك دي اهو حلوه اهي. في كل الحدود تكوني انت رامز، ساعة ما اشوفك الله هذا هو الاسلام، الله ده دين محمد، ده دين رسول الله عليه الصلاه والسلام. الله تنصري الله عز وجل وديني وقراني ورسولي بسندك. اخلاق حملت القران، نعملها سلسله كل ما نجيبكم نجيب خلقين ثلاثه ما عنديش مشكله. اخلاق حملت القران، شوف انا جايباكم فين؟ انا جايباكم في الهيئه ال 40 يوم. خلاص انتوا حملتوا القران، انا عندي خلاص انتوا خلاص حفظتوا. الف مبروك ومبارك عليكم. وطول المخ